لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل، وما لهم من ناصرين. مش حفص. قال ابن كثير رحمه الله: ثم إنه تعالى قد أخبر أنه عير عليهم وأنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا، وممكن طبعا غير عليهم، غير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل. فلهذا قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، يعني في الذين بعث إليهم الرسل أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي اسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق، كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فقال: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ثم أخبر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن حرصه، حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هدايتهم، لا ينفعهم إذا كان الله قد أراد إضلالهم، كقوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وقال نوح لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال في هذه الآية: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، كما قال الله تعالى: من يضلل الله فلا هادي له وآذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فقوله: فإن الله، أي شأنه أمره، أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلهذا قال: لا يهدي من يضل. وأعتقد الله أنه يفسرها على: لا يهدى من يضل، لأن التفسير ما لا يستقيم إلا على ذلك، حيث يقول: أي من أضل فمن الذي يهديه من بعد الله، أي لا أحد. وما لهم من ناصرين، أي ينقذونهم
من عذاب الله ووثاقه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. يعني المعنى القراءة المشهورة بتاعتنا في إن الله لا يهدي من كتب عليه الضلالة، يعني من قدر عليه الضلالة وهو يضله فإن الله لا يهديه لأنه لا يتغير علمه فيهم. فلا تأسى على من حصل يعني له الضلال إلى أن مات، لأن هذا قد ظهر فيه علم الله. ومن كان يعيش فاستحضر أن الأمر بقدر الله وأن الأمور بيده سبحانه وتعالى، هو وحده يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، ويضل من يشاء ولم يظلم ولا يظلم ربك أحدا. فإن الله لا يهدى من يضل أقل في التقدير. إن لو نقول إيه، فإن الله لا يهدي، الله لا يهدي هو من يضل، لابد تقدر من إيه عشان ما يبقى ما هو معلوم أن الله لا يهدي من يضل، من يضله فهو لا يهديه، لابد أن نكون نقدر من سبق عليه تقدير الضلال. لماذا؟ لأن المقدر عليه ده مش هيهتدي، لكن الذين لم يكونوا كذلك، لم يسبق عليهم من الله كلمة الإضلال، فإن الله يهدي. يبقى من يضل دي مش الحالي، لأن معلوم. يبقى إيه معنى الدعوة إلى الله عز وجل؟ الدعوة إلى الله لكي إيه؟ لكي يهتدي من ضل. فلا بد أن يكون المعنى إن هناك من كتب الله عليهم الضلالة وهؤلاء لا يهديهم الله. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، أي الذين كتب عليهم ذلك اللوح المحفوظ. نعم، في علم الله عز وجل، يعني مقدر عليهم ذلك، وعلم الله لا يتغير. فهذا النوع من الناس لا يهديه الله عز وجل. أما القراءة الثانية فإن الله لا يهدى من يضل، من يضله الله فلن يهديه أحد. قراءة ابن كثير. ما شاء الله، انت قلت لي أول مرة كده ابن كثير؟ لا، قلت لي مش حفص مش كده ولا قلت ايه؟ بس ما قلتش ابن كثير، انت جبتها دلوقتي؟ انت حافظها طبعا، انا عارف، انا بقولك انت حافظها المفروض. ابن كثير ومين تاني؟ من كثير وقالوا أصحاب السلام كثير وقالوا وقالوا وقالون؟ ما شاء الله. فإن أنا يعني هي الآية كما ذكرنا يعني تدل على أن لأن الرسول هو الذي يحرص على هداهم، فيقول له لن تستطيع أن تهديهم، زي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن كتب الله عليه الضلال ومن أضله الله فلن تجد له وليا مرشدا، فلن تكون أنت هاديا له ولا أحد على الإطلاق. فإن الله لا يهدى من يضل، مهما حرصت على هدايتهم فإن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل. قال ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره: وقال الذين أشركوا بالله فعبدوا الأوثان والأصنام من دون الله، ما نعبد هذه الأصنام إلا لأن الله قد رضي عبادتنا هؤلاء، ولا نحرم ما حرمنا من البحائر والسوائب إلا أن الله شاء منا ومن آبائنا تحريمناها ورضيه، ولولا ذلك لقد غير ذلك ببعض عقوبته أو بهدايته إيانا إلى غيره من الأفعال. يقول تعالى ذكره: كذلك فعل الذين من قبلهم من الأمم المشركة الذين استن هؤلاء سنتهم فقالوا مثل قولهم وسلكوا سبيلهم في تكذيب رسل الله
واتباع أفعال آبائهم الضلال، وقوله فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، يقول جل ثناؤه فهل أيها القائلون، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، هل على رسلنا الذين نرسلهم بإنذاركم عقوبتنا على كفركم إلا البلاغ المبين، يقول إلا أن تبلغكم ما أرسلنا إليكم من الرسالة، ويعني بقوله المبين الذي يبين عن معناه لمن أبلغه، يبين عن معناه لمن أبلغه، الذي يبين عن معناه لمن أبلغه ويفهمه من أرسل إليه. سبق أن ذكرنا الجواب عن شبهاتهم، وأنهم يجعلون الرضا ملازما للمشيئة والتشريع ملازما للقدر، فاحتجوا بذلك على أن كل شيء قدر فهو مشروع، وهذا ينفي رسالة الرسل. لماذا؟ لأنه إذا كان كل حاجة مقدرة مشروعة يبقى الرسل هيجي يقولوا إيه؟ ما هو ده المشروع اللي حصل، طالما أن هو عملوه وربنا قدره يبقى يرضاه، إذن لا معنى لما تأمر به الرسل. وده غرضهم الحقيقي، إن احنا يقولون ما تدعو إليه من التوحيد وترك الشرك، هذا الأمر يخالف الأمر القدري الكوني، كهؤلاء الزنادقة الذين يدعون أن كل الأديان متساوية وأنها كلها طرق إلى الله، فلماذا أرسل الله الرسل؟ يعني لو كل الأديان متساوية يبقى اللي بيعبد الوثن زي اللي بيعبد البقر زي اللي بيعبد البشر، وكل دول يساوون من يعبد الله، انتوا بتقولوش لا إله إلا الله، انتوا عندكم آلهة كتير قوي لم تنفوها والعياذ بالله، أقررتم من عبدها، وطالما أن الله خلقهم كذلك فإن الله لابد أن نوسع سبل السلام إلى الله. راجل الضال اللي بيرد على شيخ الأزهر كاتب بيقول أن ربنا خلق البشر مختلفين، وإحنا لازم نستوعب كده ونعرف أن هو لو أراد طريق واحد لكان خلقهم كلهم حاجة واحدة. المقال اللي هو بقى بيقول ده أنا كلامي مبني على دراسة وكده، قايل في بقى الكلام ده، فتتسع سبل السلام. بعد ما قال الكلام هو نفس الاحتجاج، بيحتج بالقدر على ايه؟ على الشرع، ان ربنا اوجدهم مختلفين يبقى كده هو اللي راضيه. اهو ده بالظبط المشركين الذين اشركوا قالوا ذلك والعياذ بالله. صحيح والله، زيه زيهم، لان اللي بيحتج بالقدر على الشرع بان ربنا خلق الخلق مختلفين وربنا سابنا نعمل الامر ده تركنا نفعل، اذا هو يرضى، يبقى ربنا ترك اللي بيعبدوا البقر وما غيرهمش بقاله، يعني بقي لهم ما الاف السنين يعبدون البقر، اذا هو يرضى. يبقى انتوا كل اللي بيعبد النسانيس واللي بيعبد التعابين واللي بيعبد الخنافس، ما عندهم مش عارف كم الف اله في الهند، آلهة لا تعد ولا تحصى، اللي بيعبد فرج المرأة، وكل واحد ده انتوا على كلامكم ان ربنا خلقهم كلهم، يبقى لو شاء الله ولو شاء الله ما اشركوا، اذا هو راضي، اذا ما فيش رسل. الرسل ليه بقى؟ يبقى سيدنا نوح كان غلطان. ومن النور اتخلقت لمين؟ اهو من الكفر دول. لا، عندهم النار سمي عذابا من عذوبة طعمه، ولهم نعيم عن نعيم الجنان مبينه، فلم يبق إلا صادق الوعد وحده، وليس لوعيد الحق عين تعينه، سمي عذابا من عذوبة طعمه، ولهم نعيم عن نعيم الجنان مبينه. يعني هذا نوع تاني من اللذة، سمي عذابا من عذوبة طعمه، نسأل الله أن يذيقهم ذلك العذاب، نعوذ بالله. ناس بتحرف دين ربنا سبحانه وتعالى وتهدم دعوة الرسل، فعلا والله ما عندنا، ما بيحققوش لا إله إلا محمد رسول الله، نفس احتجاج المشركين بعينه.
نعوذ بالله من ذلك. وسبحان الله أن هذه سنة. كذلك فعل الذين من قبله. كذلك فعل الذين من قبله. طب التشريعات طالما إحنا اللي عملناها وهو ما 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 ما, ما, ما يعني ما حصلش حاجة يبقى هو راضي. يبقى هو الذي جعل إلينا التشريع. يبقى ولا حرمنا من دونه من شيء. هو يرضى ذلك لأنه لو شاء لما فعلنا، إذن هو يرضى بأن نشرع من دونه. والعياذ بالله. والله ما نسمعه من هذه النوعيات الفظيعة من الكفر والشرك والعياذ بالله. كذلك فعل الذين من قبلهم. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ما يحبه الله ويرضاه لا يعرف إلا من خلال رسالة الرسل، إلا من خلال ما جاء به الرسل. فلذلك الحجة عليهم بإرسال الرسل. الرسالة ليست بالأمور القدرية، الرسالة أرسلت بأوامر الله ونواهيه سبحانه وتعالى. الرسل بعثوا بأوامر الله ونواهيه ببيان ذلك. فكيف يزعم زاعم أن الله يرضى بخلاف ما أرسل به رسله؟ شاء وجود ذلك امتحانا للعباد وليس لأجل أن ذلك يرضاه. ثم قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول تعالى ذكره ولقد بعثنا أيها الناس في كل أمة سلفت قبلكم رسولا كما بعثنا فيكم بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له وأفردوا له الطاعة وأخلصوا له العبادة. قد يقول قائل فكيف بأن كيف وأن الله أن الرسالة قد عمت كل أمة، كيف ولد من يقول ربي ما أتاني لك من رسول، وقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. معنى ذلك أن هناك لا يوجد أحد لم تبلغه دعوة الرسل، كما يقول البعض قد أرسل الله رسولي والحجة قامت على جميع الخلق. حتى لو لم تبلغهم قد قال الله عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن لم يبلغه القرآن ليس بمنذر. الجواب أن الأمم أرسل الله إليها، أما أحد الأفراد فيمكن أن يكون بعضهم لم يعلم ولم يأتيه رسول. يعني إيه؟ يعني إحنا دلوقتي عايشين في مصر، في قرى في أدغال الريف ونحو ذلك عندهم جهالة كثيرة. تقول لهم مثلا مين رئيس البلد ما يعرفوش، مين إيه اللي حصل في الدنيا ما يعرفوش. عادي جدا إن يكون في ناس تعيش في أطراف البلاد لا تعرف شيئا عما حدث في المدن الكبرى والقرى. فلذلك يمكن أن يكون بعضهم لم يسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن تكون أمم بأسرها لم تسمع فهذا لا يكون. فإن الله قال ولقد بعثنا في كل أمة، في كل مجموعة من الناس، يمكن أن يكون بعض الناس لم تصلهم الحجة كأفراد، أما مجموع الأمم فلا بد أن تكون أتتهم رسل. في أزمنة ممكن تخرم الرسل؟ أزمنة تخرم الرسل مش مشكلة، بس دعوتهم موجودة. يعني دعوة الرسل موجودة، وإن كانت إيه؟ مفيش، هم مش موجودين. هم كما قال عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، على فتور انقطاع من الوحي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين عيسى 600 سنة وزيادة، أكثر من 600 سنة. ورفع عليه السلام يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 600 سنة أو أكثر أيضا. فهذه المدة خلت من رسول موجود على وجه الأرض
أو نبي على وجه الأرض مع كونها لم تخلو من دعوة الأنبياء والرسل. خمسمائة وسبعين ده تاريخ ميلاد الرسول، يبقى زود عليهم 40 بس 611 يقولوا 43، ما عندناش دليل. يبقى هون حول 600، يعني حول 600 لم يكن فيها ايه نبي ولا رسول. بس كل الامم بلغتهم بدليل حديث عياض بن حمار ان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله نظر الى اهل الارض عربهم وعجمهم فمقتهم عربهم وعجمهم الا غبر من اهل الكتاب. المشركين دول يعرفون دعوة ابراهيم واسماعيل، اليهود والنصارى بلغتهم دعوة موسى وعيسى. الامم السابقة لهم رسل لا لم يقصهم الله علينا. طب الصين انه نبي في الصين ما نعرفش، لكن قطعا قد ارسل اليهم ايه رسل، لكن هم ضيعوا دعوة الرسل. ان يعبدوا الله افردوا له الطاعة واخلصوا له العبادة واجتنبوا الطاغوت وابعدوا عن الشيطان وابعدوا من الشيطان واحذروا ان يغويكم ويصدكم عن سبيل الله فتضلوا. هنا فسر الطاغوت بانه ايه الشيطان، لانه الداعي الى عبادة غير الله. وان كانت عبادة الطاغوت تشمل كل انواع الطواغيت، اعني الشيطان رأس الطواغيت، والساحر طاغوت، والشيطان والكاهن طاغوت، والحاكم بغير ما انزل الله طاغوت، كل من دعا الى عبادة غير الله وهو راض بتلك العبادة فهو طاغوت. من طغى جاوز الحد، إذا نسب لنفسه صفة من صفات الربوبية أو حقا من حقوق الإلهية فإنه طاغوت، طغى على أمر الله عز وجل وتعدى ونسب لنفسه ما لا يجوز. فمنهم من هدى الله يقول فمن بعثنا فيهم رسلنا، فممن بعثنا فيهم رسلنا من هدى الله فوفقه لتصديق رسله والقبول منها من الرسل والإيمان بالله والعمل بطاعته ففاز وأفلح ونجى من عذاب الله. ومنهم من حقت عليه الضلالة يقول وممن بعثنا رسلنا إليه من الأمم آخرون حقت عليهم الضلالة فجازوا عن قصد السبيل فكفروا بالله وكذبوا رسله واتبعوا الطاغوت. فجاروا عن قصد السبيل فكفروا بالله وكذبوا رسله واتبعوا الطاغوت فأهلكهم الله بعقابه وأنزل عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. الحمد لله. فأهلكهم الله بعقابه وأنزل عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يقول تعالى ذكره لمشركي قريش إن كنتم أيها الناس غير مصدقي رسولنا فيما يخبركم به
عن هؤلاء الأمم الذين حل بهم ما حل من بأسنا بكفرهم بالله وتكذيبهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فسيروا في الأرض التي كانوا يسكنون فيها والبلاد التي كانوا يعمرونها، فانظروا إلى آثار الله فيهم وآثار سخطه النازل إليه النازل بهم، كيف عاقبهم تكذيبهم رسل الله، ما أعقبهم أي من العقوبة، فإنكم ترون حقيقة ذلك وتعلمون به صحة الخبر الذي يخبركم به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الآية الكريمة بيان أن كل الرسل جاءوا بشيء واحد، والكفر بما يعبد من دون الله وإفراد الله بالعبادة، ومن هدى الله فبمنته، ولذا نسب الهداية إليه، ومن ضل فبالحق وجب عليه الضلال، ومنهم من حقت عليه الضلالة. فمن أضله الله بالحق أضله، وجبت عليه الضلالة بجورهم وانحرافهم. لماذا؟ كما قال سبحانه وتعالى: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حقت عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ذكر سبحانه وتعالى أنهم بعملهم حق عليهم الضلال، فلم يظلمهم سبحانه وتعالى، ولكن نسب الهداية إليه، ومن أضلهم جعل أن الضلالة حقت عليهم تأدبا تعليما لعباده كيف تأدبوا مع شرع الله سبحانه وتعالى، كيف تأدبوا في كلامهم على الله عز وجل، تنسب الفضل إليه وتذكر العدل مقترنا بأسبابه، يعني عدله وعقوبته على الكفار كان بسبب عملهم، فبالحق حصلت عليهم الضلالة، وقعوا في الضلالة التي استحقوا عليها العقوبة. فسيروا في الأرض فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، يعني إذن فعلهم التكذيب، فعلهم المكذبين اسم فاعل، فهذا الذي حقت عليه الضلالة بالتكذيب حقت عليه الضلالة، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الضلالة. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل، يقول تعالى ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن تحرص يا محمد على هدى هؤلاء المشركين إلى الإيمان بالله واتباع الحق فإن الله لا يهدي من يضل. اختلفت القراء في قراءة ذلك، قرأت عامة قراء الكوفيين فإن الله لا يهدي من يضل، اختلف في معنى ذلك قارئوه كذلك، فكان بعض النحوي الكوفة يزعم أن معناه فإن الله من أضله لا يهتدي، وقال العرب تقول قد هدى الرجل، يريدون قد اهتدى، يقول قد هدى، يقرأ دي يهدي من يضل، فتح الياء من يهدي وضمها من يضل. يقول هدى واهتدى بمعنى واحد، وكان آخرون معا منهم يزعمون أن معناه فإن الله لا يهدي من أضله بمعنى أن من أضله الله فإن الله لا يهدي. وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والشام والبصرة فإن الله لا يهدى بضم الياء من يهدى ومن يضل،
وفتح الدال من يهدى، فإن الله لا يهدى من يضل، بمعنى من أضله الله فلا هادي له. وهذه القراءة أولى القراءتين عندي بالصواب، اللي احنا التي أحب أن أقرأ بها. فإن الله لا يهدى من يضل، يعني شأنه أنه لا لن تستطيع أن تهدي من كتب من هذا من أضله الله. يعني فيش تقديم وتأخير. فيش تقديم. يعني مش هي فإنه يهدى من يضل، لا يهدى من يضل الله. أنا قصدي إن هي مش كده، هي مش تقديم وتأخير، هي كده. هي كده. فيش تقديم وتأخير فيه. يقول لأن يهدي بمعنى يهتدي قليل في كلام العرب. غير مستفيض، وأنه لا فائدة في قول قائل من أضله الله فلا يهدي، لأن ذلك مما لا يجهل أحد. احنا قلنا عشان كده يبقى لازم لها ايه، لازم لها تقدير. عشان كده قلنا لا يهدي من يضل، يعني من كتب عليه الضلال، عشان يبقى له معنى ان الله من كتب عليه الضلال لن تستطيع أن تهديه. اما هم في بداية عرض الإسلام عليهم أكثرهم لم يقبل، فقد أضلهم الله أولا ثم هداهم بعد ذلك هو سبحانه وتعالى ثانيا. يقول فالقراءة بما كان مستفيضا في كلام العربي من اللغة بما فيه من الدائرة العظيمة، بما فيه من الفائدة العظيمة، ما فيه الفائدة العظيمة أولى وأحرى. فالقراءة بما كان مستفيضا في كلام العرب من اللغة بما فيه الفائدة العظيمة أولى وأحرى. فتأويل الكلام لو كان الأمر على ما وصفنا انتحرس، تأويل الكلام لو كان الأمر على اختيار القراءة التي اخترناها انتحرس يا محمد على هداهم، فإن من أضله الله فلا يهديه الله، فإن من أضله الله فلا هادي له، فلا تجهد نفسك في أمره، وبلغه ما أرسلت به لتتم عليه الحجة، وما لهم من ناصرين. يقول وما لهم من ناصر ينصرهم من الله إذا أراد عقوبتهم، فيحول بين الله وبين ما أراد من عقوبتهم. وفي قول إن تحرس لغتان، من حرص يحرس ويحرس بفتح الراء في فعل حرص وكسرها في حريص في يفعل بفعل مضارع، وحرص يحرس بكسر الراء في حرص وفتحها في يفعل، يبقى في حرص يحرص أو حرص يحرص. القراءة على الفتح في الماضي والكسر في المستقبل، وهي لغة أهل الحجاز. أنا بقول لي ده هو الأشهر، إن تحرص على هدى، دي لغة أهل الحجاز. أقول هذا وأستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.